دونتس، أشهر مكان بيعمل دونتس في العالم. فتح في اسكندرية 3 فروع، في المنظرة، رشدي، شارع أبو قير، والفرع اللي احنا فيه النهاردة عند كوبري ستانلي. أول ما تدخل هتشوف خيارات كتير جدا قدامك. العلبة فيها 3 دونتس سعرها عامل 45 جنيه، والعلبة فيها 6 دونتس عاملة 85 جنيه، والعلبة اللي فيها 12 دونتس واللي هي أكبر واحدة عاملة 155 جنيه. ألوان كتير وأشكال وأنواع مختلفة، هتبقى محتار تختار إيه ولا إيه. طلبنا العلبة اللي فيها 6 دونتس علشان احنا فردين بس، واخترنا 6 مختلفين، بالفراولة، بالكراميل، بالموز، بالشوكولاتة، بالبندق، بالمانجا، وبالكاستر. وطلبنا معاهم آيس كوفي مكتوب عليه اسمي كمان. بصراحة مش كلهم كانوا حلوين، اكتر حاجة عجبتني اللي كانت بالموز، واللي بالشوكولاتة بالبندق حلوة برضو. وللأسف الوقت اللي احنا روحنا فيه ما كانش فيه كل الأطعمة موجودة، وقالوا لنا كمان ساعة هيكون فيه أطعمة موجودة، بس احنا ما استنيناش للأسف. بالنسبة لي انا واحد اول مرة اجرب دونتس، فالتجربة بصراحة جميلة جدا، انصحكم تيجوا.